وأنظار السياسة أصبحت تتجه إلى العالمين الجديدة، فتجد أن هناك قمة مرتقبة على سبيل المثال، هي قمة مصرية أردنية فلسطينية هتبقى في العالمين الجديدة. تحولت العالمين، خد بالك، إلى قبلة عربية بشكل عام. هنا خليني أخد معانا على التليفون دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. ازيك يا دكتور؟ مساء الفل يا فندم، مساء الفل على حضرتك، ربنا يخليك يا دكتور حامد. يمكن كنت بتكلم على كيف أصبحت العالمين أيضا محط أنظار القرار السياسي، إقليمي كان وعربي أو حتى دولي، وده هياخدنا طبعا بعدها على طول إن احنا عايزين نعرف ماذا من قمة عربية مرتقبة بإذن الله سبحانه وتعالى، مصر والأردن وفلسطين في العالمين. طبعا كما حضرتك اكدت مع النائب ان العالمين بالفعل هي اصبحت قبله للعالم العربي، اصبحت هي رؤيه حقيقيه يتم بلورتها الان داخل هذه المدينه الساحره، اصبح هي القلب النابض للمنطقه العربيه. يعني حتى قبل انعقاد هذه القمه غدا كان في زيارات متعاقبه في العام الماضي، كانت القمة أو اللقاء الأخوي الخماسي اللي جمع الكثير من الصدى العرب في مدينة العالمين، وكان ليا الشرف التواجد مع حضرتك. وأيضا كان في يعني قمم متتالية، سواء اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس السيسي بالأمير محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وأيضا العاهل البحريني، ودي دلالة كبيرة على أن هناك زخما عربيا، وايضا هناك يعني اصبحت العالمين هي الرؤيه الاستراتيجيه والقبله التي تتواجد فيها كل القاده العرب. صحيح. طيب ماذا عن القمه المرتقبه دكتور؟ توقعاتك لهذه القمه، اسبابها، توقيتها بالمناسبه. طبعا هي قمه مهمه جدا، بتؤكد على ان هناك خيارا استراتيجيا واضحا تسعى اليه القيادات الثلاث المصريه والاردنيه والفلسطينيه، يعني على اعتبار ان هذه القمه عقدت في سبتمبر في العام 2021، وايضا عقدت في يناير الماضي في 2023، وبالتالي ارى ان هذه القمه هي قمه البحث عن آليات لكيفية دعم القضية الفلسطينية، وأيضا بتعطي رسالة تحذيرية واضحة للمجتمع الدولي من ضرورة التوحد لإيجاد أو لإنقاذ السلام في المنطقة، وأيضا دلالة على أن مصر هي صاحبة القضية الفلسطينية وتتحرك في إطار تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يجد يعني بعد جديد، ويعيد إطلاق المفاوضات المتوقفة بين الجانبين منذ العام 2014، وأيضا العمل وبشكل كبير على مجابهة التحديات اللي بتواجه القضية الفلسطينية في ظل اتخاذ الحكومة الحالية إلى إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى إجراءات أحادية الجانب، أكدت يعني على أن هناك رغبة لوعد القضية الفلسطينية وعدم تحقيق مبدأ السلام، سواء فيما يخص الاستيطان أو أيضا مصادرة الأراضي، هدم المنازل والتهجير القسري، وأيضا مشاركة الأردن في هذه القمة هي دلالة على يعني الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة. صحيح. وأنه لابد من تنفيذ مبادرة السلام العربية وإقرار السلام فيما يخص إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. طب تعتقد يا دكتور أنه مصر بتدفع بالقضية الفلسطينية مرة أخرى على المشهد العالمي، خصوصا أنه العالم على ما يبدو أصبح منشغل، في جزء منه منشغل بالحرب الروسية الأوكرانية، جزء آخر من العالم أصبح منه حتى أوروبا منشغل بما حدث في النيجر، أيضا جزء آخر من العالم منشغل بالتوترات ما بين الصين وتايوان وما بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مصر بتدفع بالقضية العربية أو قضية الصراع العربي الفلسطيني على المشهد العالمي مرة أخرى من خلال قمة العالمين المرتقبة؟ ما شاء الله عليك يا معالي النائب. طبعا كل اللي حضرتك قلته هو حقيقي على واقع الأرض، العالم أصبح منشغل بشكل كبير جدا على كافة المستويات. نرى أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الغرب والإدارة الأمريكية يعني يدورين ظهرهم للقضية الفلسطينية، وأصبح اهتمامهم والشغل الشاغل بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا الحرب الباردة مع الصين، وأيضا الصراعات في القارة الأفريقية. وبالتالي لعبت الدورة المصرية ومنذ التولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 إلى عودة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى سدة المشهد الدولي. القيادة السياسية المصرية لم
تترك محفل دولي إلا وتحركت فيه من أجل جعل القضية الفلسطينية على سدة المشهد الدولي مرة أخرى، خاصة بعد الإجراءات اللي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب باعتبار القدس هي عاصمة إسرائيل، وأيضا غلق السفارة. ومنذ هذه الخطوة سعت الدولة المصرية إلى حشد الجهود سواء أوروبيا أو مع الأقطاب الدولية الأخرى أو حتى مع الإدارة الأمريكية لكي تتحرك على كافة المستويات لعودة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام العربي. وده اللي أكد من خلال عقد الكثير من القمم، سواء القمة العربية الأمريكية اللي عقدت في الرياض وكانت أولى البنود الخاصة بها هي ضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وأيضا القمة العربية الصينية والتي عقدت أيضا في الشقيقة السعودية وأكدت على ذات المعنى. وبالتالي التحرك في كافة المحاور هو الشغل الشاغل للدولة المصرية حتى مع الدول الكبرى، سواء فرنسا سواء ألمانيا سواء إيطاليا، كلها علاقات بتسعى الدولة المصرية من خلالها لخدمة القضية الفلسطينية. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، ألف شكر دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية.